لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي كل شيء بعد فلك الحمد ربي حمدا حتى ترضى ولك الحمد ربي حمدا إذا رضيت ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد المتفرد بالجلال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في ملكه ولا ولد شهادة عليها نحيا جميعا وشهادة عليها نموت وشهادة عليها وبها نبعث إن شاء الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومرشدنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا المصطفى محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى لقاء رب العالمين نصلي ونسلم على صاحب الوجه الأنور فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتدى بسنته إلى لقاء رب العالمين أما بعد نضر الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا والله أسأل كما اجتمعنا في بيته وعلى طاعته أن يجعل الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا ولا بيننا ولا منا شقياً ولا محروماً يا رب العالمين أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب الأغر المبارك حول سؤال وهذا السؤال ينبغي علينا وأن نعد الإجابة عليه ببصيرة كل واحد منا لا يخدع نفسه إذا سألنا هذا السؤال تجد الإجابات
متفاوتة. السؤال هو: ما هو هدفك في الحياة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. والله الذي لا إله غيره، لما عرضت هذا السؤال على نفسي وجدت أنه لا بد لكل إنسان وأن يقف محاسبا نفسه مجيبا بلسان صدق على هذا السؤال: ما هو هدفك في الحياة؟ إذا طرحنا هذا السؤال على المسلمين تجد إجابات متفاوتة. من الناس من يكون هدفه المال، والمتشابهون في هذا كثيرون. ومن الناس من يكون هدفه في الحياة ثناء الناس، ومن الناس من يكون هدفه في الحياة أن يشار إليه بالبنان، أن يكون صاحب صيت، سمعة، شهرة. ومن الناس من يكون هدفه في الحياة لا أكثر ولا أقل لقمة العيش، يذهب إلى عمله ثم يعود، لقمة العيش فقط، ينام ويستيقظ فقط من أجل لقمة العيش. وهذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعيش ثم يموت وليس عنده هدف غير لقمة العيش. هذا هو السواد الأعظم من الناس. ومن الناس من يعيش في هذه الحياة، وأسف أن أقول أنه يعيش بلا هدف، ليس عنده هدف. لو سألته ما هدفك وما هو الجزء الذي حققته أنت من هدفك، وهل أعددت برنامجا ودراسة جدوى لتحقيق هدفك، تجد أنه أصلا ليس عنده هدف. وهذا أيضا يبين لنا جزء كثير من الناس ونوع كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة بلا هدف. ومن الناس من يعيش في هذه الحياة وهدفه شهوته. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر جد خطير. ما هدفك في هذه الحياة؟ الله عز وجل ما خلق الإنس ولا الجن إلا لعبادته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا لإقامة عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحق سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني مضمون رسالات جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إقامة عقيدة التوحيد حتى ولو صلب منه، نعم، حتى ولو أذيت، نعم، حتى ولو ضحيت بنفسك وبكل ما تملك في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، حتى ولو ابتليت ضيق عليك بسبب أنك تريد أن تنقذ الناس،
وأن تأخذ بأيديهم إلى التوحيد وإلى أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الصراع بين الحق والباطل قديم منذ قدم الإنسان، فهناك صراع وسجال بين الحق وبين الباطل، بين أهل الحق المستمسكين به الثابتين عليه، وبين أهل الباطل الذين لا يريدون أن يكون هناك حق على ظهر هذه الأرض. لماذا؟ لأنهم يجدون أنفسهم في باطلهم، ويجدون أنفسهم في منكرهم، ويجدون أنفسهم في فعل الحرام، ويجدون أنفسهم في ظلم العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا موسى عليه السلام واجه أشر إنسان على وجه هذه الأرض، وأظلمهم وأطغاهم. من هو؟ فرعون. فرعون الذي كان يبطش بالناس، وازداد بطشه إلا أن توعد المؤمنين لما قال الملأ له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته؟ فأجابه فرعون: سنقتل أبناءهم، اسمعوا إلى الجبروت، ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون. ماذا قال سيدنا موسى عليه السلام؟ قال لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا. استعينوا، المؤمن دائما وأبدا يطلب العون ممن؟ من الله. أنت تقرأ بفاتحة الكتاب كل يوم أكثر من 17 مرة، وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. تستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اسمع واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أراد فرعون الطاغية وأن يقتل سيدنا موسى، وأن يقتل أيضا من آمن مع سيدنا موسى، بل إنه استخدم وسائل الإعلام وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. انظروا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف إلى فرعون الطاغية
الذي تسلط على قومه حينما قال: يا قوم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما قال ذلك وقف رجل مؤمن. واسمعوا إلى العجيب أن القرآن الكريم لم يسميه باسمه وإنما ذكره بوصفه، يعني ذكره بوصفه بوصفه الإيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. رد فرعون عليه ولكنه خاطب الملأ وخاطب المجتمع وخاطب الأمة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبكي هذا المؤمن ويريد أن يأخذ بأيديه من الحق، وإن كلفه ذلك أن يفقد حياته، لكنه يريد أن يصحح للناس عقيدة التوحيد أنه لا يخاف إنسان إلا من الله ولا يعتمد مخلوق إلا على الله ولا يستعين مسلم إلا بالله ولا يعتصم إلا بالله تبارك وتعالى. ويعلم علم اليقين بأن الكون في قبضة من يقول للشيء كن فيكون. وقف قائلا: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الله أكبر. اسمع يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. تمسك في العقيدة نجاة، أن تكون متمسكا بأخلاق سيدنا محمد نجاة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ماذا قال في آخر كلماته؟ اسمع: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله حياته، بل إنه وجميع أفراد عائلته. أتعلمون عائلة مؤمن آل فرعون؟ هل تعرفون وتعلمون من هي زوجة هذا الرجل؟ زوجة هذا الرجل هي ماشطة بنت فرعون التي شم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة في رحلة الإسراء والمعراج، فسأل سيدنا جبريل: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. قصتها
لما وقع المشط من يدها وهي تصفف لها شعرها قالت بسم الله. قالت الفتاة بنت فرعون: نعم، أتقصدين أبي؟ قالت لها: لا، ربي وربك ورب أبيك الله سبحانه وتعالى. فذهبت الفتاة إلى أبيها فرعون الطاغية الجبار وقالت إنها تعبد إلها غيره، فأوقفها فرعون. انظروا، لأن الظلمة في كل مكان لا يراعون ضعفاء ولا يراعون نساء ولا يراعون حرمات. وقفت المرأة رغم ضعفها إلا أنها تحمل في طيات صدرها عقيدة كأمثال الجبال الرواسي. فقالت له: نعم، ربي وربك ورب الناس جميعا الله سبحانه وتعالى. فاغتاظ فرعون وأحضر بقرة من نحاس مصنوعة ليضع فيها كل من يخرج عن قوعه ويأخذ فيها الضعفاء الثابتين على العقيدة ليجعلهم عبرة لغيرهم، حتى يهرع الناس ويخاف الناس وينثنوا عن عقيدة التوحيد. ثم وضعها في النار ووضع فيها زيت، وأخذ أولاد هذه المرأة واحدا تلو الآخر أمام عينها وهي تنظر على أولادها، واحدا واحدا يرمى في النار، لم ترى أثرا لأي من أبنائها غير الدخان يصعد إلى السماء. فبكت وكان على صدرها غلام رضيع، طفل صغير، فأخذه فرعون ببطشه وقوته وظلمه وجبروته ووضعه في هذا القدر الذي في النار كأنه جمر، وخافت كأنها تقاعصت تخاف على ولدها الرضيع. فسمعت هذا الولد ينطق بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، وهو داخل هذا الإناء المغلي وهو وسط النار ينادي على أمه قائلا لها: يا أمه لا تخافي فإنها جنة الله. يا أمه اثبتي على الحق فإنك على الحق. انظروا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأوصت فرعون قائلة له: وصيتي أن تجمع عظامي وعظام أبنائي وأن ندفن في مكان واحد. فقال لها فرعون: نعم لك ذلك. انظروا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء ما الجريمة التي اقترفوها؟ ما الجريمة التي اقترفها مؤمن آل فرعون؟ هل أخذ الناس للقتال؟ هل قال للناس لابد أن نفعل كذا وكذا؟ أبداً أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها النصيحة لوجه الله عز وجل، وكلفه ذلك حياته لله تبارك وتعالى. أقول لكل ظالم في كل مكان على وجه هذه الأرض، أقول لمن يظلم نفسه ولمن يظلم أسرته ولمن يظلم زوجته ولمن يظلم أبناءه ولمن يظلم جيرانه ولمن يظلم المسلمين ولمن يظلم غير المسلمين ولمن يظلم شعبه ولمن يظلم أمته، أقول للجميع: أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الورى؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته
أو هل نجا منه بالأموال إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنسى ولا جان. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. استغفر الله عز وجل يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى لقاء رب العالمين. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو هدفك في الحياة؟ لا بد أن تحدد من الآن ما هو هدفك في هذه الحياة. أناس عاشوا فوق الخمسين عاما وربما إلى الآن لم يحدد هدفه في الحياة. لا بد وأن يجلس المؤمن مع نفسه وأن يقف وقفة يحاسب نفسه، ما هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه في هذه الحياة؟ إن جمعت مال فإنك عما قريب، إما أن تنقطع أنت عنه بموتك، وإما أن ينقطع هو عنك وتصبح فقيرا. لكن هدف الإنسان الأسمى أن يحمل في صدره عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول لكل إنسان ظلم في أي محكمة على وجه هذه الأرض، تذكر أننا سنعرض على محكمة كبيرة يحكم فيها القاضي العادل الذي لا يقبل استئناف ولا معارضة، لأنه يقول في حكمه: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يأتي المتهم فيها بحراسة مشددة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ليس هناك في هذه المحكمة شهود زور، لأن الذي سيشهد عليك أعضاؤه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ليس هناك ملفات سرية، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هناك المعاملة بالقسط بميزان وعد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يفضي عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلم. نتضرع إلى قيوم الأرض والسماء أن يرد الله الأمة إلى دينه مردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم رد الأمة إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله